أكبر حدث طاقوي تنظمه الجزائر منذ عقود، الموعد نهاية شهر أكتوبر، المكان مركز المؤتمرات بالعاصمة، أما المضمون فهو قمة طاقة المستقبل التي ستأتي بشعار التنويع، الابتكار والاستثمار. الحدث من المنتظر أن يضم أكثر من 1000 فاعل من صناع القرار الطاقوي حول العالم. ستعرض سوناتراك خلال القمة العالمية استراتيجيتها لأفاق 2030 المرتكزة بالأساس على الترويج لمشاريع الطاقات المتجددة والغاز الصخري والتنقيب عن المحروقات في عرض البحر. عروض مغرية تقدمها سوناتراك لاستمالة كبرى الشركات العالمية للحقل الطاقوي الوطني، كما من المنتظر أن تكون القمة موعداً لترسيم اتفاق سوناتراك مع الشركة العالمية إكسون موبايل بحضور شرفي لرئيسها المدير العام للجزائر بعد جولات التفاوض الماراثونية مع العملاق الأمريكي. ومن بين الذين أكدوا مشاركتهم في القمة الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، الرئيس التنفيذي لريبسول الإسبانية وسيبسا، الرئيس المدير العام لشركة دراغون أويل الإماراتية، ورئيس التنفيذي لسيمانس وعديد الشركات الأخرى الرائدة في مجال الطاقة عالمياً. قمة طاقة المستقبل لن تكون مجرد موعد لإلقاء الخطابات الكلاسيكية كما جرت العادة، بل سيرسم التوجه العملي لسوناتراك للعشرية القادمة من خلال عقد العديد من الصفقات في مجال المحروقات غير التقليدية، قد يكون أقربها للتحقيق مشروع استغلال الغاز الصخري، خصوصا إن كان الشريك هنا يحمل اسم إكسون موبايل.